بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. تشرف الربيع بك يا شفيع، لقد هلل الكون لما ولدت وتغنى فرحا بقدومك يا ماحي الظلم. الدنيا كانت في ظلام فنورها الله بخير الأنام. ربنا نور الدنيا كلها بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا عيد ميلاد النبي الهادي، العيد أنت لسائر الأعياد. إزاي نلتزم بحقوق سيدنا النبي علينا؟ وإيه هي حقوق سيدنا النبي علينا في ذكرى مولده؟ خمس حقوق: أن نؤمن به، وأن نحبه، وأن نتبعه، وأن نعظمه في قلوبنا، وأن ندافع عنه. خمس حقوق نحفظها ونحفظها لأولادنا ونقولها ونتدارسها دايما. حقوق سيدنا النبي على أمته، على كل محب وكل متبع لرسول الله: أن تؤمن به، وأن تتبعه، وأن تحبه، وأن تعظمه، وأن تدافع عنه. ربنا يقول لنا في القرآن: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. لا يتأتى الإيمان لأحد إلا إذا آمن بسيدنا رسول الله. فلازم تبقى مؤمن بسيدنا النبي، لازم تؤمن بكل الأنبياء. الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالبعث بعد الموت. يبقى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شوف الآية: لا نفرق بين أحد من رسله. وربنا يقول لنا في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اسمع: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شوف الآية: يتبعون، وبعدين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. نقرأها بالتفصيل بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني. كنت بقرأ الآية قبل الفاصل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، أدى الاتباع. وبعدين يقول في الآية جل وعلا: فالذين آمنوا به، أدى الإيمان، يبقى إيمان واتباع. وعزروه، يعني إيه عزروه؟ يعني عظموه ووقروه. ونصروه، يعني إيه؟ يعني دافعوا عنه. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآية دي تشتمل على حقوق سيدنا النبي علينا. احنا قلنا: أن نؤمن به، أن نحبه، أن نتبعه، أن نعظمه في قلوبنا،
أن ندافع عنه، والآية ورد فيها هذا. يبقى الإيمان بسيدنا رسول الله، المحبة، محبة سيدنا النبي دي تنجيك من كل كرب، محبة سيدنا النبي ترفع في شأنك. اوعى تقول أنا بحب النبي بس مش قد أبويا وأمي وإخواتي ومراتي وعيالي ومالي، لا. شوف ربنا يقول لك إيه في القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية أشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. طب حبيت سيدنا النبي، آمنت به وحبيته، يبقى لازم تتبعه. إن المحب لمن يحب مطيع، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. علمت الحب الاتباع، حبيت سيدنا النبي واتبعت سيدنا النبي، يبقى لازم تعظم سيدنا النبي، ما تناديش عليه باسمه، ما تقولش يا محمد. ربنا قال لنا كده في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تناديش على النبي باسمه مجرد، قل يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ده ربنا ما قالش للنبي في القرآن يا محمد. أغروا عليه من النبوة خاتم من الله بالنور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعظم سيدنا النبي وندافع عنه، ندافع عن القرآن، ندافع عن السنة، ندافع عن أصحابه، ندافع عن زوجاته، ندافع عن أهل بيته، ندافع عن صحابته. الغر الميامين: لا تسبوا أصحابي، لا تؤذوني في أصحابي. نحترم أهل البيت، أهل بيت سيدنا النبي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، زوجات سيدنا النبي من أهل البيت، أن نعظمه صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا النبي له علينا خمسة حقوق: أن نؤمن به، أن نحبه، أن نتبعه، أن نعظمه، أن ندافع عن سنته. أقول تاني: احفظوهم في ذكرى المولد النبوي الشريف، في هذا الشهر الأغر المبارك، في شهر ربيع الأنوار، ربيع الأسرار، ربيع النبي المختار، في شهر ربيع الأول. خمس حقوق لسيدنا النبي في رقبتنا جميعا: أن نؤمن به، أن نحبه، أن نتبعه، أن نعظمه، أن ندافع عنه. لو عملنا كده يبقى نستحق أن نكون مع حبيبنا في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. اللهم احشرنا معه، وإن لم نعمل بعمله ولا بعمل أصحابه، بمنك وجودك وفضلك وكرمك يا رب العالمين، اللهم أمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: يقوم بعض الناس عند دخول شهر ربيع الأول بذبح الذبائح وعمل الولائم فرحا بقدوم ذكرى مولد النبي الكريم، فما حكم ذلك شرعا؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. اللي بيذبح الذبائح في المولد ده
بتذبحها ليه؟ نسأله يقول أنا بذبحها فرحا برسول الله، أنا فرحان بمولد حضرة النبي. أيوة، يعني نيتك إيه؟ نيتي أأكل الناس، أطعم الطعام، إن أنا أضيف الناس على المأدبة وعلى المائدة احتفالا واحتفاء برسول الله. ليس في ذلك شيء، وهي قربة إلى الله نتقرب إليه بها. بنذبح الذبائح، جايب له عجل ذبحه في مولد النبي عشان يأكل الناس الغلابة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يعني الذبائح التي ذبحت لأجل الله احتفاء واحتفالا وابتهاجا بمولد سيدنا رسول الله. ويمكن أنا قلت لكم في حلقة قبل كده، من فرح بالنبي فرح النبي به، ومن سعد بالنبي سعد النبي به، ومن سر بالنبي سر النبي به. إذا كان أبو لهب عم النبي، ربنا بيخفف عنه العذاب كل يوم اتنين لفرحه بميلاد رسول الله. والرواية دي أوردها الإمام البخاري في المعلقات، وكل معلقات البخاري صحيحة، إن سيدنا العباس بن عبد المطلب شاف أخوه أبو لهب في المنام فقال له أين أنت؟ قال له في النار أعذب، إلا أني يخفف عني في كل يوم اثنين لفرحي بميلاد محمد. لما سيدنا النبي ولد وذهبت السيدة ثويبة جارية أبي لهب تبشره وتقول له ولدت زوجة أخيك ولدا وسماه أبوك محمد، قال لها أنت حرة. سيدة ثويبة أول مرضعة لسيدنا النبي، أرضعت سيدنا النبي وسيدنا الحمزة. فأبو لهب بيقول لأخوه سيدنا العباس أنا في النار لكن بيخفف عني العذاب يوم الاثنين، أخف حاجة يوم الاثنين. فالإمام محمد بن ناصر الدين الدمشقي أنشد قائلا إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. ما بالك بمن قضى عمره محبا عاشقا هائما متيما في سيدنا رسول الله. اذبح الذبائح ووزع على الناس، خلي الناس تاكل في المولد، وهات حلاوة المولد. اللي بيقول لك حلاوة المولد بدعة، لا مش بدعة. لما اربط اذهان الاطفال الصغار ان احنا بنجيب الحلاوة دي عشان سيدنا النبي، العيل هيطلع مرتبط في عقله وفي ذهنه وفي قلبه ان سيدنا النبي لما بيجي المولد بتاعه بناكل حاجة حلوة، يبقى الحلاوة ارتبطت بسيدنا رسول الله. ايه المانع؟ ايه المانع ان انا اعلمه آية، اعلمه حديث في ذكرى المولد واديله حلاوة ياكلها، وندخل الفرحة والسرور والابتهاج على قلب الاطفال، ونملأ بيوتنا بالسعادة فرحا بسيدنا رسول الله. سيبكم من الناس اللي حرموا علينا عيشتنا، كل حاجة بدعة، كل حاجة حرام. ليست بدعة وليست حرام، حتى وإن كانت بدعة فهي بدعة حسنة. نحن نذبح ذبائح في المولد ونأكل الناس والناس تأكل وتصلي على سيدنا النبي، ليس في هذا شيء. إن شاء الله ربنا يفرحنا بسيدنا النبي ويملأ بيوتنا فرح بسيدنا النبي. وكلوا حلاوة وأكلوا أولادكم حلاوة، وهذا ما ندين لله به، وهذا ما نفتي به في أزهرنا الشريف، وهذا ما نفتي به تحسبا واحتسابا للأجر من الله حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.